السلام عليكم ورحمة الله كثير من الأشخاص وصلتهم هذه الرسالة النصية عبر هواتفهم النقالة مستر مدام فوتر رونديفو لوكازيو شوماج إيبورلو يعني في هذا اللدات را عندك توقيت أو موعد من حت البطالة عليك بالذهاب في هذا الموعد أقول هذه الرسالة خاصة بموعد منحة البطالة وكل من لم يذهب في هذا التاريخ راح تتأجل منحة البطالة أو مقابلة منحة البطالة ربما لأشهر أخرى لذا إذا وصلكم مساج أو عندكم رونديفو يعني في الوصل التزموا بموعد المقابلة